ضمن توجيهات وزارة التربية وتحت عنوان البيت والمدرسة كلاهما يكمل الآخر، عقد في مدرسة المشارفة بريف الرقة الشرقي مجلس لأولياء الأمور، وذلك لربط المجتمع المحلي بالمدرسة ولتشجيع أولياء الأمور لإرسال أبنائهم المنقطعين عن المدرسة خلال الفترة الماضية. في إطار التشاركية بين وزارة التربية ومنظمة يونيسيف تم انطلاق المشروع التجريبي لمنهاج الفئة ب، ووجهت وزارة التربية إلى انعقاد مجالس أولياء الأمور لربط المجتمع المحلي بالمدرسة وتشجيع أولياء الأمور إلى إرسال أولادهم المنقطعين عن الدوام خلال الفترة السابقة وحثهم وتحفيزهم بكل الأمور التي تهم أمورهم التعليم الثقافية. مجلس الأولياء هو صلة الوصل الوحيدة مع المدرسة، بالإضافة لتعزيز ثقة الطفل بنفسه، كون أنه الأولياء يترددون للمدرسة لمعرفة مستوى تلاميذهم يولد لدينا عملية تواصل، عملية تعزيز الثقة ما بين المعلم وما بين أولياء الأمور وما بين الطفل. وعلى هامش الاجتماع تم تقديم عروض فنية ومسرحية للأطفال، كما قامت جمعية نبراس الخيرية بتكريم عدد من التلاميذ المتفوقين من أبناء الشهداء. هدفنا أيضا من خلال هذا المجلس الكريم أيضا أن نشجع التلاميذ بالعودة إلى المدرسة، وخاصة الذين تسربوا منذ فترة طويلة وعادوا من النزوح. عقد مجلس أولياء الأمور مهم جدا في هذه الفترة المرحلية والفترة استقبال التلاميذ من قبل الأهالي، وأيضا نحث دائما الأهالي على حضور اجتماع أولياء الأمور لاستخدام الطلاب المتسربين والطلاب الخارج البلد للقدوم إلى المدارس، لأن ذلك يعزز في نفوسهم الثقة بالتعليم ويحثهم على دراسة مواصلة دراستهم بالأعوام القادمة. كادر كليات وكادر تدريسي ما شاء الله عليهم، ما قصروا نهائيا بتدريسهم، والمدرسة منتظمة ودوامها تمام، والمدير ما قصر، والمعلمات وكلياتهم ما شاء الله عليهم، ومشكورين جدا 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 على هالاحتفال الحلو. نشارك فرحتنا مع تلاميذنا، نشارك الفرحة الكبرى بالنصر لسوريا والعودة إلى مدارسنا. سوف نتسلح بالعلم والثقافة حتى نكمل مشوار الحياة. في هذه الحملة نقدم بعض الهدايا للتلاميذ العائدون والأسر الشهداء وذوي الشهداء لدعمهم في التعليم. جئنا إلى هذا المؤتمر من أجل أن يشعر أبنائنا بأهمية المعلم وأهمية التعليم، وأن سوريا بألف خير إن شاء الله، وما زال التعليم رغم كل هذه الأمور ما زال التعليم هو الأساس وهو الذي يبني كل المجتمعات. اجتماعات مجالس الأولياء تعتبر صلة الوصل الوحيدة مع المدرسة، والتي تساهم بتعزيز الثقة بين الأهل والمدرسة من جهة، وبين التلميذ ومدرسته من جهة أخرى.